الإخوان الأفاضل والكرام لهذه القناة هذه، الآن أبارتمون فتاة تواجد برمانة طريق صفرو، اللي بغى خوتي الطابق الأرضي مهزوز يعني تحتو الباركينغ ديال الطوموبيل. لابارتمون مازال جديدة ما عمرها تسكنت، فينيسيو الطوب. هاد الشقة ديال الطابق الأرضي اللي فيها 119 متر اللي كتواجد في قلب التيتر، فيها صالون وسيجور مفتوحين على بعضياتهم، كتشوفوا يعني اللي فرشها غادي يقسمها بالفراش، وكذلك ديك ديزاين اللي كاينين في السقف مختلفين، يعني الانسان اللي خداها خوتي غيفرش بطريقته الخاصه. ثلاثه ديال الغرف، جوج ديال الحمامات، وكاين لاكور، وقريبه جدا للمقهى التيتانيك. يعني كندخلوا على التيتانيك كندخلوا مباشره لهاد الموبلات اللي تصوبوا هنا، اللي تبناو هنا في برمانه. كاين خوتي الرخام في بدايه ديال لابارتمون ديال دخيله الباب او دخيله ديال الموبل، كاين الرخام كتشاهدوا معايا فينيسيو غزال ما شاء الله. كاين الشيميني اللي قبالتكم اللي فيه ديزاين ديال كتشوفوا ديال التلفازه، جايبته حجاريه مزيون. هنا كتشاهدوا معايا خوتي جايب هذا اللون زويون، وكذلك بهذا البلاتينيا اللي جايه في هذا اللون الكري، يعني اي تفريشه فرشتيها كتجي رائعه وممتازه. بالنسبه للخشب كاين الهيطر، يعني ذات جوده رفيعه جدا، والفصاله فيها ما شاء الله مزيونه. من الدخيله ديال الباب كندخلوا كنلقاو الصالونات، وقبل الصالونات كاين فاسك خوتي كومبلي بالبلاكار ديالو بالمرايه ديالو قبالتنا، وكذلك كاينه لاكويزين اللي مزيونه اللي اونكاستري. تفضلوا معايا باش تشاهدوا، كاينه البلاصه ديال لاستالاسيون ديال الثلاجه، يعني اي عبر ديال الثلاجه حطيتيها واخدي العبير ديالها، بالاضافه البلاكارات من الفوق والبلاكارات من التحت، فيها لاهوط، فيها البلاك، فيها الفران، وفيها لاستالاسيون ديال ماكينه الصابون ولا الماكن ديال ولا الماكينه ديال المعنات. اللي بغى يخرج ماكينه الصابون لاكور راه كاين لاستالاسيون ديالو، بالاضافه خوتي كاين لاستالاسيون ديال الشوفو اللي كيتواجد في قلب الكوزينه. كتشوفوا هاد الديزاين ديال الجليج اللي جاي اسورتي مع البلاكارات، لانترفون في وسط الكوزينه، كلشي الكتريك سيطلع ويهبط بالضو. وكاينين خوتي هنا ثلاثه ديال الغرف كبارين، غادي نبدا لكم بالغرفه الاولى اللي فيها الحمام. كندخلوا مباشره، هذا راه ماشي باركي في الارض، هذا راه جليج ديال الصبليون، تيشبه الباركي اللي شافوا الانسان في الفيديو، ولكن ان شاء الله بحول الله اللي بغاها وبغى يجي يشوف عويلاته مرحبا. شوفوا اتساع ديال البيت، يعني اي ناموسيه خوتي حطيتوها كتجي ممتازه، يعني البيت كبير. نتوما كتلعبوا بالطريقه ديال الفراش كيف كنقول لكم، وجاي البيت نعاس سامبل، اي لون ديال بيت النعاس يجي غزال. وهنا كتشوفوا قلب الحمام اللي كيتواجد في قلب بيت النعاس، حتى هو فيه لافابو، فيه المرايه ديالو، فيه خوتي الدوش، وفيه كاين طواليت. كاين البلاكارات اللي كتشوفوهم معايا باش نقول لكم معمرها تسكنت، يعني جديده، كتشوفوها مجزأه مطبقه، يعني الانسان غادي يستفغي حويجاته. وكاين هاد الكولوار اللي كتشوفوه معانا، هذا زايد خوتي في البيت، حتى اللي بغى يديروا هنا دغيسينغ راه فيه السرجم تيجي مزيون لي سبوت ديالو. شاهدتوا معايا البيت الاول اللي فيه ديال لي بارو، غادي نديكم مباشره باش تشاهدوا جوج ديال الغرف ديال الوليدات. هذه غرفه ما فيهاش البلاكار، حتى الانسان اللي بغى يفرشها يديرها عباره على سيجور بحكم انها قريبه للكوزينه، تتجي مزيونه، فيها واحد انطراس غزاله الا بغى يدير فيها شي طابله موجي، او الانسان اللي بغى يخرج هنا لاستالاسيون ديال ماكينه الصابون، راه كاين العلو الاخوان. الباب بالحديد، وكتشوفوا الديزاين ديال السقوفه مزيونين، واللي بغى يفرشها تفريشه للوليدات كاين البلاصه ديال فين يدير يعني بلاكار. دابا الحمد لله كلشي موجود في كيتيه. هنا عاوتاني كندخلوا مباشره كتشوفوا معايا هاد البيت، حتى هو ما فيش البلاكار ديالو، وكتشوفوا المساحه الاجماليه ديال البيت. بالنسبه لهذا الريش سوسي اخوتي راه جاي عالي، كنطلعوا له بواحد ثلاثه ديال الدريجات جايين مزيونين، ومن تحتو الباركينغ ديال الطوموبيل، وعنده الاخوان فرصاده اللي كتشوفوها معايا. بالاضافه كاين الحمام اللي غادي تشاهدوه، يعني ثلاثه ديال الغرف، جوج ديال الحمامات، كاين انتيراس او لاكور، وكاين خوتي الحمام اللي كتشاهدوه جاي ما بين الغرف، حتى هو بحال الحمام ديال بيت النعاس. يعني شقه زوينه الناس اللي كتعشق برمانه. برمانه عارفين موقع في مدينه فاس، يعني موقع جميل وراقي، جاي في وسط الفيلات.
هنا خوتي هذا الموقع هذا اي حاجه قلبتي عليها كاينه موجوده. بالنسبه للثمن ديالها ثمن البيع بالصراح صاحب هذه الشقه هو 69 مليون باش صرح صاحب هاد الشقه. بالنسبه لهاد الثمن خوتي ديال هاد الريتشوسي اللي فيه 119 متر اللي كتواجد قلب التيتر الثمن ديالو 69 مليون. اللي بغى يجي يشوفو مرحبا واهلا وسهلا. ابارتمون مزاله جديده والله يسر الامور لكل واحد. ومن هاد المنبر كتقول لكم ابارتمون فاز حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.